السلام عليكم، معكم سهام كوبل ديال مراك، سهام وياسين. وجد كنبغي نشكر هاد الناس كاملين اللي قاموا بهذه البادره الطيبه، وكنشكرهم بزاف بزاف. وكنقول للمغاربه مرحبا بكم كاملين في العقيقه ديال جد ان شاء الله. وكنبغي نشكر الفنانه كاملين اللي غادي يقوموا معنا بهذه البادره الطيبه، كنشكرهم واحد الشكر شكرا بزاف بزاف. وكنشكر المغاربه كاملين اللي طمنوا معنا. بالنسبه كما قلنا ان شاء الله غادي يكون عنده ام بروجي اللي غادي ان شاء الله هي يقدر يواكب به الحياه ديالو هو والجوزه ديالو بلس يعني المولود ديالو الجديد. بالنسبه عنده واحد فواياج اورغانيزي ان شاء الله الله تركي في ان سمان شامله جميع التكاليف. عنده كذلك يعني عنده واحد العمليه ان شاء الله غادي تكون في يعني في نورمالمون في تركيا. المهم عندنا بعض الكلينيكات هنا في المغرب يعني بروبوزاو عندنا باش يدير العمليه هنا، مي هو عنده الاختيار بغا في تركيا غراتويتمون، بغا هنا في المغرب حتى هو غراتوي. عندنا ان كلينيك في تركيا اللي مستعد انه يدير ليه العمليه